حياكم الله. كيف رحلتم وماذا تركتم؟ رجلان سندا إيراني في الضراء قبل السراء، شأن داخلي ومثله خارجي، ملفات محلية وإقليمية ودولية، قادوا مسارها وساروا بالجمهورية إلى بر الأمان في ظل عقوبات حاولت تضييق الخناق، فضاقت السبل الغربية دون أي جدوى. رحيل مبكر وغياب تجرع ألمه ملايين الإيرانيين، صدمة طوقت المشاعر الحسية لكنها توقفت عند المؤسسات القانونية والدستورية. لا رهان أمام إيران، اختبرت حادثتان في سابق الأزمان وتجاوزتهما بحالة الانسجام، مؤسسات حاكمة وقيادة حكيمة وحكومة متصلة بالبرلمان وحرس ثوري يقف سدا منيعا أمام المخاطر ويحفظ الاتزان. فقد لا يعوضه رجال، لكن مصنع القادة لم يتوقف، وما خفي عن عمليات الإنتاج بعيدا عن العيان قد يكون أعظم وأخطر على الكيان والأمريكان. فلا تعتقدوا أن كل شيء قد انتهى، وستسمعون قريبا عبارة واحدة: إن الوقت حان. حلقة اليوم ستكون تغطية خاصة عن الأبعاد الإقليمية والدولية بعد استشهاد الرئيس الإيراني ووزير خارجيته، وراح تكون بداية حلقتنا بتقرير للزميل شيبان سامي لنتابع. بعد الإعلان رسميا استشهاد رئيسي والوفد المرافق له، تبرز تساؤلات عديدة بشأن تداعيات الحادث وتأثيره على سياسة طهران دوليا وأقليميا، خصوصا وإن أمريكا والكيان الصهيوني ربما يستغل هذه الحادثة لتمرير أجندات ومشاريع جديدة في المنطقة. لا تأثير على العمل المؤسساتي ونشأن الدولة مستمر، وبالتالي هذا العزم المتوفر في القالب السياسي يعطينا فكرة أن هنالك استمرار في العمل والنجاحات والمتابعة، إذا كانت في الشأن المحلي أو الشأن الخارجي. في ظل معطيات المنطقة وما تمر به من أوضاع، هنالك من يتحين الفرص لي يعني الإطاحة بالكثير من الخصوم، لكن على ما يبدو أن السياسة الإيرانية متماسكة على مستوى القيم، وديدن الإيراني اليوم يعني عهدناه دائما ولاد بالقيادات السياسية المحنكة التي يعني حصلت على الكثير من الامتيازات والإيجابيات على المستوى الخارجي والسياسة الخارجية. مختصون في الشأن السياسي، غياب الرئيس ووزير الخارجية في مثل هذه الظروف الإقليمية لن يؤثر بالإجراءات الدستورية والترتيبات الإدارية، مؤكدين لا يمكن تجاوز المواقف الدبلوماسية الإيرانية التي اكتسبت زخما إعلاميا خلال الفترة الماضية نتيجة جهودها السياسية من خلال دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية. إذا نرجع للتاريخ، أنه أكو شخص أكثر داعم اللي هو سليماني الله يرحمه، لما استشهد ما أثر أي شيء على محور المقاومة والدعم. فالجمهورية الإسلامية أي شخص يعني إذا راح أو رئيس أو أي اختفى من المشهد ما راح يتغير هذا الشيء، لأن الجمهورية الإسلامية من ثمانينات القرن الماضي ولحد الآن هي داعمة محور المقاومة بجميع الإمكانيات.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة تركز على القانون والمؤسسات، فإن استشهاد رئيسي والوفد المرافق له لن يؤثر على مسار العملية السياسية الداخلية والخارجية حسب ما يراه مراقبون. من العاصمة بغداد، شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور الحديث في حلقة هذا اليوم سيكون مع أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد الدكتور حازم الشمري، حياك الله. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور طارق الزبيدي، حياك الله. أهلا وسهلا. أيضا سينضم إلينا الكاتب والباحث في الشأن الإيراني الأستاذ سعيد شاوردي. يبدو أنه سينضم إلينا بعد قليل. إذن أبدأ معك دكتور حازم، وأبدأ ماذا بعد رحيل السيد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته؟ توجد الكثير من الملفات المفتوحة حتى هذه اللحظة، ملفات دولية معقدة وشائكة للغاية. هل سيؤثر رحيل السيد رئيسي ووزير خارجيته على المفاوضات والمسار التفاوضي لإيران مع دول الإقليمية؟ أول مساء الخير لك والزميل والصديق دكتور السادة المشاهدين، وشكرا على هذا اللقاء. لم تكن يوم من الأيام منطقة الشرق الأوسط هادئة، يعني كانت وما زالت وأظن يعني ستكون أو مستقبلا هي ملتهبة وبها كثير من الأحداث، وبالتالي صيرورة العمل في السياسة الدولية هي بأزمات، لأن المصالح تتقاطع، وبالتالي عندما تتقاطع المصالح ممكن أن تحدث أزمات، ولكن الإشكالية في بقاء الأزمة أو حل الأزمة، هاي النقطة الأساسية. وبالتالي لا وجود، ايش تقصد ببقاء أو حل الأزمة؟ يعني أكو أزمة تبقى وتتحول من أزمة إلى معضلة، وهذه المعضلة صعبة الحل، وأكو إدارة الأزمة اللي يمكن تفتيت معادلة الأزمة وحلها إلى أقل الخسائر وتعظيم الأرباح، هاي بالسياسة الدولية. ولذلك قلت أنه في البداية الشرق الأوسط يعني لم يكن يوم من الأيام هادئة، هو في غليان دائم، لأن السياسة الدولية يعني المجتمع الدولي على رأس الولايات المتحدة الأمريكية سابقا قبل التسعينيات كان ثنائية قطبية، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي من تعتبر الكرة الأرضية أمن قومي أمريكي، وبالتالي تتدخل هنا وهناك في الشؤون الداخلية للمنطقة، طاقة، موقع جيوستراتيجي، أيا كانت الأهداف هي تعتبر المنطقة لابد أن تكون حاضرة بها. طيب. عملية التغيير، إذا تحبين أكمل أو تقديم السؤال؟ لا أحب أفهم بعد رحيل السيد إبراهيم رئيسي، إيران كانت ملتزمة بنهج معين في السياسة التفاوضية الخارجية. يوم راح تتبدل الصورة، ممكن راح تكون أكو تغييرات طفيفة لو راح يمشي المسار كما هو. السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لها من الثوابت الشيء الكثير، وبالتالي هذه الثوابت تسمى في البناء السياسي الخارجي. من الصعب بمكان أن تتغير، لأنها تعتبر الأهداف العليا للدولة. ولكن علينا أن لا ننسى أيضا أنه مراكز القرار السياسي اللي هي مناصب على مستوى الشخوص لهم بصمة في إطار تنفيذ هذه الثوابت في السياسة الخارجية حسب رؤاهم وحسب تصوراتهم. يعني الاثنان معا، الثوابت في السياسة الخارجية والرؤى والتغيير في نوعية التكتيك لتحقيق هذه الثوابت. أستاذ طارق، السؤال موجه لحضرتك، ذات السؤال اللي وجهته لدكتور حازم. اليوم أكو راح تغيير راح يكون من وجهة نظرك، لو راح تمشي الأمور بمسار ثابت وبسياسة متزنة مدروسة كما يعني عهدناه، هذا ليست المرة الأولى التي تفقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحد أبرز رجالاتها. أهلا وسهلا بحضرتك والأستاذ الكريم دكتور حازم والضيف الكريم والمشاهدون الأكارم. في الحقيقة مثل ما تفضل دكتور حازم، السياسة الإيرانية سياسة ثابتة، صحيح الشخوص تتبدل ولكن الاستراتيجية الموضوعة يتم الالتزام بها بغض النظر عن طبيعة الشخوص. ولكن أعتقد أن التبعات ما بعد رحيل السيد رئيسي ترتبط إلى حد كبير بمعطيات طبيعة الحادثة، لأن الحادثة إسقاط الطائرة
تثير عدد من الاستفهامات وأسئلة مهمة. لو تسقيط الطائرة عملية هي سقطت حقيقة، هي سقطت، ولكن لغاية هذه اللحظة الإعلان الرسمي الإيراني يقول أن أسباب السقوط هو يرتبط بسوء الأحوال الجوية، هذا الإعلان الرسمي، ولكن هناك لجان تحقيقية لغاية هذه اللحظة تبحث. نتاج هذه اللجان إذا ثبتت عكس ذلك وثبتت أن الطائرة لم تسقط وإنما تم إسقاطها، عند ذاك سوف تكون هناك تداعيات، وبرز تلك التداعيات هي مسألة ردود الفعل. من غير الممكن يعني إيران سوف تكتفي بتصريحات، بل سوف يكون هناك فعل لهذا، باعتبار أن هذه الخسارة هي خسارة ليست سهلة، والشخص هم نوع السيد وزير الخارجية حسين عبد الهيان وكذلك السيد إبراهيم رئيسي، هم أقطاب مؤثرة في السياسة الخارجية الإيرانية وفي السلطة التنفيذية الإيرانية، وبالتالي إذا ما ثبت أن عملية يعني الحادث الطائرة هي مفتعلة سوف تكون هناك ردود أفعال قد تؤدي إلى التأثير على المستوى الإقليمي. من وجهة نظر حضرتك، أذربيجان لها الكثير من العلاقات مع الكيان الصهيوني وهي مصدر للموساد الإسرائيلي، تتوقع أن تكون لها يد في هذه العملية؟ هي ابتداء العلاقات الإيرانية الأذربيجانية علاقات متوترة لفترة طويلة، نعم، وكانت إيران دائما ما تميل إلى أرمينيا حتى في إطار الخلاف الأرميني الأذربيجاني، ولكن طبيعة الزيارة في حد ذاتها أيضا هي كانت تحول حولها استفسارات كثيرة، باعتبار أن يعني ترطيب العلاقات كان يمر بمراحل صعبة، وطبيعة الوفد الذي ذهب، يعني يفترض أن يكون هناك وفد أقل مستوى من هذا الوفد الذي ذهب سيد رئيس الجمهورية، افتتاح سد مثلا، هذا الموضوع لا يتناسب مع طبيعة افتتاح سد أو مشروع بسيط يذهب رئيس الجمهورية ووزير خارجية ووفد مرافق. أعتقد لو حتى افترضنا أنه إيران كانت قاصدة ذلك، يعني تريد أن يكون هناك وفدا في أعلى المستويات لغرض فتح صفحة جديدة مع أذربيجان، ولكن إذا كان هذا المقصود يفترض أن تكون التدابير الأمنية في أعلى مستوياتها والتدابير التقنية في أعلى مستوياتها. من غير المعقول الشخص الأول في الدولة الشخص الثاني في الدولة في إيران وبهذه المسؤولية بهذه المستويات، ولم يكن هناك يعني يأخذ بالحسبان موضوع سوء الأحوال الجوية. طائرات مدنية بسيطة في بعض الأحيان تتأخر ويتم يعني تغيير المسار لغرض تفادي المشاكل، فما بالك الشخص الرئيس تقل هذا الطائر. نعم. زيارة الشهيد الرئيسي إلى أذربيجان هل كانت بالمستوى المطلوب؟ يعني كان أكو تضخيم إعلامي أو إعلام إعلامي قبل هذا؟ لم نكن نسمع أن هنالك زيارة قريبة أو مرتقبة يعني بشكل يعني ظهر للإعلام بشكل واضح، لم تكن معلنة ولم يكن هناك يعني تسطيط للأضواء لموضوع الزيارة. الجميع تفاجأ ما بعد سقوط الحادثة، وبدأ يتابع الأخبار على عن طبيعة الزيارة ومتى بدأت ومتى ذهبت، ولكن أعتقد أن الموضوع هو موضوع ليس سهل، لا سيما أنه سرب الطائرة. صحيح ليس مختصين في الجانب العسكري، ولكن من غير المعقول ثلاث طائرات اثنان منها تصل سالمة وواحدة يتم استهدافها، هذا الموضوع يعني حقيقة. دعني أرحب بالأستاذ رضا الحسيني الباحث والأكاديمي من طهران وأيضا خبير بالشأن الإيراني، حياك الله أستاذ رضا وأهلا وسهلا بك. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها ملفات داخلية وخارجية كثيرة وكبيرة ومعقدة، كيف راح تتعامل مع كل هذه الملفات أستاذ رضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام وللضيوف الأعزاء. أولا أريد أن أعقب على موضوع الذي تحدث به الأخوة حول زيارة أذربيجان ورئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية الإيراني ودائما يقوم بزيارة كل نهار جمعة إلى إحدى المحافظات الإيرانية، وخلال هذه الزيارات هي زيارات داخلية وتفقدية للاطلاع على أحوال الناس ولتسيير الأمور وافتتاح المشاريع التي تم تنفيذها عبر الحكومة الإيرانية. نعم. وتوجهه إلى أذربيجان، هو لم يقوم بزيارة إلى جمهورية أذربيجان كزيارة رسمية وبروتوكولية لعدة أيام أو لزيارة باكو، إنما كان هناك افتتاح لسد مشترك بين إيران وبين أذربيجان، وافتتاح السدود كان على
يد رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس الجمهورية الإيرانية، فكانت كان الوفد الآذري على مستوى رئاسي والوفد الإيراني أيضا كان على مستوى رئاسي. هذه من نقطة. من النقطة الثانية بأن هناك ثلاثة طائرات، صحيح كان هناك ثلاثة طائرات، ومن السلامة كان أفضل على أن يتوجه رئيس الجمهورية إلى باكو بطائرته الرئاسية، ومن ثم عن طريق البر إلى الحدود. ولكن باكو والحدود الإيرانية الأزرية هي بعيدة جدا، مسافة طويلة جدا، والأفضل والأسرع هو كان عن طريق الهليكوبترات. كان هناك ثلاثة هليكوبترات في هذه الزيارة، وكانت الانطلاق أو الفاصلة الزمنية بين الطائرة والطائرة الواحدة نصف ساعة، ومن بعدها لحقتها الطائرة بربع ساعة، ومن بعدها يعني وحطت الطائرتان الهليكوبتر في مقصدهم، وأطلعوا الطائرة الثالثة بأن الأجواء غير مناسبة للطيران. ولكن على ما يبدو وحسب ما نقل لي يعني حتى من أحد الأشخاص الذين كانوا في الطائرتين الأخريتين، قال كان هناك تأكيد بأنه لا يجب أن نطير ولأن هناك مواعيد ويجب أن الناس في الانتظار، فلأجل ذلك كانت هذه وقعت الواقعة والحادثة صارت. هذا كنت أود أن أوضح هذا الموضوع. هذا تعقيب، لكن أود أن أسأل حضرتك في التعقيب الذي تفضلت به. إذا أنت تقول أنه سقوط أم إسقاط، هل هنالك شبهة جنائية في هذه الحادثة من وجهة نظرك وكما وردت لك المعلومات أستاذ رضا؟ هو سقوط طائرة لأسباب فنية تقنية وسوء الأحوال الجوية، هذا هو الموضوع. الإيرانيون الآن لا يوجد عندهم شيء يخونه أبدا، يعني عندما تم اغتيال شهيد فخريزادة هو أستاذ جامعي وهو يعني عالم نووي كبير جدا جدا في إيران، عندما تم اغتياله بعد ساعتين أطلعت إيران على كافة التفاصيل الحادث وقالت أن هناك عملية اغتيال بواسطة شاحنة ومتطورة، وهذه العملية هذه طيب. أول مرة يتم التعامل معها. نعم. نرجع لصلب الموضوع. عند الجمهورية لديها ملفات داخلية وخارجية كثيرة وكبيرة، كيف راح تتعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي عبارة عن جمهورية مؤسسات التي تحكم إيران. هذه ليست المرة الأولى التي يكون عندنا اغتيال لشخصية كبيرة كرئيس الجمهورية. نحن قبل 30 عاما وإبان الحرب التي كانت بين النظام البعثي والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان هناك عملية إرهابية، انفجار لمقر الحزب الجمهوري الإسلامي في إيران، حيث استشهد رئيس الجمهورية وكافة أعضاء الحكومة الإيرانية مع رئيس الوزراء. ففي ذلك الوقت وفي ذلك الوقت الحساس وكل هذه الملفات وفي أوج الحرب كانت إيران استطاعت أن تصمد وأن تتعافى. فما بالك الآن في وضعنا الحالي، لسنا في حرب ونوعا ما أصبحت هناك مؤسسات متطورة، فهنا وصلت في إيران الفكرة. نعم. عندنا تجربة، وفي هذه الحالة نعم. المؤسسات الدستورية الإيرانية هي التي تدير الملفات طيب. ولا الدولة الإيرانية لا تعتمد على الشخص، إنما تعتمد على الملفات نعم. والمؤسسات التي تدير هذه الملفات. وضحت الفكرة. ويمكن أن تتخطى إيران هذه الصعوبات بسهولة. نعم. إذا دكتور حازم، هل بهذه السهولة يعني تغيير شخص مثل السيد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته عبد الله يال الذي عرف بصبره التكتيكي الدبلوماسي، هل بالسهولة أنه يحل شخص آخر مكان السيد عبد الله يال؟ أولا هذا أمر الله يعني لا اعتراض عليه، وبالتالي يعني لديهم في الجمهور الإسلامي الإيراني كثر نعم. ومقسمين ما بين معتدلين وإصلاحيين ومحافظين. اليوم سمعت أنه باب الترشيح بدأ يفتح بتوقيتات معينة وقراءة بعد ذلك السير الذاتية، وتصبح الانتخابات على وقت قريب جدا نعم.
ومن يحظى بالانتخابات وهو العنصر الديمقراطي هو يحظى برئاسة الجمهورية. طيب هذا فيما يتعلق برئاسة الجمهورية وزارة الخارجية. هو ذات الشيء. يعني هل أنه الشهيد حسين أمير عبد الهيان كان موجود خلال هذه الفترة 40 أكثر من 40 سنة وزير خارجية؟ لا، وزراء خارجية كثر. ولكن سياسة عبد اللهيان تختلف عن سياسة كل يأخذ دوره وكل له وما عليه. نعم. وبالتالي احنا بشر كل يختلف. قلت في بداية كلامي مع جنابك اكو شيء اسمه علم النفس السياسي، يدرس مراكز القرار لشخصية صانع القرار مهما كان موجود بأي منصب، وبالتالي لديه رؤى وأدوات لتحقيق هذا الأهداف المرجوة. السلطة التنفيذية جنابك هي عملية تنفيذ الاستراتيجيات العليا للدولة المبنية سواء من البرلمان سواء من قائد الدولة. هذه النقطة واضحة. السيد محمد باقر كوني وهو من استلم وزارة الخارجية الإيرانية معروف برفضه الشديد للتفاوض مع الأوروبيين فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. هذا يكون سابق لأوانه، عندما يستلم وعندما يتم بقائه في المنصب وعندما تكون مفاوضات وجولات تفاوضية وعمل دبلوماسي سوف نؤشر هذا الشخص كيف أدار الملفات وأين أخطأ وأين أصب. إذن المسألة مرهونة بالوقت. نعم، بالعمل. دكتور طارق، تتفق أن الولايات المتحدة ستستغل بعض النقاط لصالحها فيما يتعلق بملفات التفاوض، أم كما تفضل دكتور حازم ستكون الأمور متزنة وصارمة وحازمة لأن السياسة ثابتة في هذه المجالات؟ صحيح، هي السياسة ثابتة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحاول أن تستغل نقاط الضعف سواء كان ما قبل استشهاد السيد رئيسي أو ما بعده، باعتبار أن الموضوع يرتبط بطبيعة المفاوضات وطبيعة المفاوض وطبيعة الملفات المبحوثة. في حقيقة الأمر أعتقد أن السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق ببعض الملفات هي ثابتة، فيما يتعلق بملف النووي الإيراني، موضوع الدعم الإيراني في المنطقة لبعض الفصائل المقاومة، أعتقد هذه المسائل هي غير قابلة للتفاوض. وحتى موضوع المفاوضات وطبيعة الذي يخلف السيد حسين عبد الهيان، أعتقد أن الخارجية الإيرانية يعني توفر فيها الكثير من الشخصيات. صحيح هناك فرق في إطار الأداء، ولكن لطالما ماذا تقصد بفرق الأداء؟ باعتبار أنه هذا الموضوع، هذا المنصب يختلف في إطار المنتج حسب طبيعة الشخص الذي يديره. طيب. يعني صحيح هو منصب واحد ثابت، ولكن وزارة الخارجية مثلا في فترة محمد جواد ظريف تختلف عن فترة كل من يدير منصب لديه رؤية، لديه استراتيجية، لديه أولويات. قد تكون هناك اختلاف في إطار الأولويات، وقد يكون هناك أيضا في بعض الأحيان شخصيات تدرك مثلا طبيعة الملفات التي يفترض أن تقدم على ملفات أخرى، أو تدرك مثلا المخاطر المستقبلية في حالة يعني الابتعاد عن موضوع المفاوضات. طيب. بالرغم من ما حضرتك أنت قلتي أنه سيد علي باقري وهو الذي بالوقت الحاضر يدير الملف وزارة الخارجية، حتى وإن كانت لديه وجهات نظر بموضوع المفاوضات، الذي يصرح هو خارج المنصب يختلف يعني تطبيقه وهو داخل المنصب. كثير من الشخصيات، لكن هو لم يبتعد، كان نائبا للسيد عبد الله. صحيح، ولكن عندما يكون هو صاحب يعني هو المسؤول قد يكون يعني أداءه مختلف عما كانت هناك تصريحات سابقة. يعني كثير من الشخصيات الحالية، حتى هناك مثال بسيط مثلا، السيد رئيسي هو يصنف على أنه من التيار المحافظ، ولكن الكثير من المراقبين يقولون أنه كان الكثير من سياسته سياسة معتدلة وكان يقترب من الإصلاحيين كثيرا، هناك رغبة وقبول من قبل الإصلاحيين على السياسة المتبعة من قبل السيد رئيسي. هذا دليل على أن الصفة أو التصريح لا يعني أن إداء المهام يعني ترتبط بتصريحات أو ترتبط بالتيار الذي ينتمي إلى هذه الشخصية سواء كان محافظ أو إصلاحي. طيب أستاذ رضا، هل تتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلعب ببعض أوراق الضغط سواء كانت اقتصادية أو ملفات معلقة لصالحها في هذه الظروف الصعبة والمؤسفة التي تمر بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية أم لا؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تسعى دائما دائما أن تضغط على إيران وأن تستغل أي ضعف أو أي وسيلة لصالحها، ولكن أعتقد أن في هذه المرة الضغط الشعبي الإيراني والضغط الإعلامي الإيراني وحتى الداخل الإيراني يعني وعلى القيادة وحتى على المفاوض وحتى على السيد كاني، يعني هو كاني كان من المفاوضين الأساسيين في الموضوع النووي وهو مسؤول الدائرة السياسية في وزارة الخارجية، كان معاون النائب الأول للقسم السياسي كان لوزير الخارجية. فالآن هناك ضغط، بالعكس هناك في ضغط إيراني على سيكون على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الأصابع متوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي السبب في الوصول إيران إلى هذه الكارثة، كارثة تحطم طائرة رئيس الجمهورية أو هليكوبتر رئيس الجمهورية، لأن إيران لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي باستكبارها وبتعنتها تمنع وصول قطع الغيار للطائرات الإيرانية. هناك عندنا كوارث حصلت في طيران المدني الإيراني نتيجة لنقص القطع الغيار، وحتى الهلال الأحمر الإيراني عنده أيضا نقص في قطع الغيار للطائرات الهليكوبتر. فهذه الطائرة التي استقلها رئيس الجمهورية وحتى طائراته والطائرات هنا في إيران، هناك الكثير منهم وكلهم مدنيون ويستعملون في نقل الجوي المدني الإيراني. فلماذا الولايات المتحدة الأمريكية لا تفتح مجال لشراء إيران قطع الغيار؟ ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرف أنها تتعرض لعقوبات منذ فترات طويلة أستاذ رضا، ألم يكن هذا دافعا لصيانة أكثر لوفود أمنية أكثر للحماية بشكل أكبر؟ صحيح، هناك عند إيران نوعا ما من الاكتفاء الذاتي أو كما يقولون الأوفرهول لبعض الطائرات العسكرية، ولكن دائما هناك تطور تكنولوجي وهناك أيضا الذكاء الاصطناعي وهناك الكثير من الأشياء التي لا تملكها إيران والتي لم تصل إليها إيران، لم تصل إلى نتيجة في أبحاثها في هذا الشأن. فإذا أراد الولايات المتحدة الأمريكية أن تتفاوض بشكل صحيح وجدي مع إيران وتريد أن تصل إلى نتيجة، عليها أن تعطي بادرة حسن النية، وهي بأنها سوف ترفع الحظر عن قطع الغيار للطائرات. يعني الآن هنا ورقة ضغط شعبية على المفاوض الإيراني لطرح هذا الموضوع وبقوة على المفاوض الأمريكي. فإذا الأمريكي تعنت أيضا بهذا الشيء سوف يتعنت بكافة المسائل. والإيرانيون هذه الآن لا أعتقد، يعني في القريب العاجل سوف يكون هناك مفاوضات أو لقاءات مع الأمريكي. الإيرانيون سيصبرون حتى تنتهي هذه الأزمة، تعيين رئيس جمهورية، تشكيل حكومة، ومن بعدها سوف يفكرون بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. إن مع ترامب أو مع بايدن. إذن دكتور حازم، تتوقع كما تفضل أستاذ رضا مفاوضات ستكون وجها لوجه هذه المرة بين الجانب الأمريكي والجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ وبعد الرئيس حسن روحاني أعتقد المفاوضات كانت تبدأ في سلطنة عمان عن طريق الطرف الثالث هو سلطنة عمان، واللقاءات قد تكون أو كانت هي غير رسمية إلى أن تنضج اللقاءات وتنضج النقاط المشتركة ومن ثم تتحول إلى لقاءات رسمية. واللقاءات الرسمية ليس حكرا على الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية، أكو شيء اسمه 5+1 اللي هي المجتمع الدولي زائد ألمانيا. بالتالي لابد أن تقتنع الدول اللي هي الموجودة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي ذات صوت أعلى بالنسبة لبقية الدول الأربعة، لكن أيضا لها قناعات هذه الدول اللي احنا نسميها المجتمع الدولي في إطار يعني عودة الملف والتفاوض الملف النووي الإيراني من عدمه.
وإذا كان عودة الملف النووي الإيراني ما هي من أين نبتدئ؟ نبتدئ من نقطة الصفر أم من نقاط أخرى؟ جنابك تعرفين ودكتور طارق أيضا يعرف أنه الرئيس الأمريكي السابق ترامب هو من ألغى الاتفاقية يعني عام 2015 تم الإعلان عن اتفاقية والشعب الإيراني كان يعني فرحا بهذا الشيء وهناك احتفالات والأمور مشت بسوية إلا أن ترامب هذا الرجل ألغاها بتوقيع معين وانتهى. فالسؤال هل أنه سوف تنضج المفاوضات حتى تصير لاحقا المفاوضات السرية عن طريق طرف ثالث حتى تنتقل إلى مرحلة المباشر؟ وهل أنه الدول البقية مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي هم حين نسميهم 5+1 سوف يوافقون على هذا الحوار؟ ومن أي إذا وافقوا من أين يبتدؤون؟ من النقطة الصفر أم من إيران مصرة عدم التفريط بملف الصواريخ البالستية؟ هذه نقطة غير قابلة للجدال. ما هو الولايات المتحدة هذه مشكلة مع المجتمع الدولي. إيه الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا أثارت يعني بايدن وليش ألغى الاتفاق؟ لأن اعتقد وهو حرب اعتقاده أنه هناك أشياء تهدد المنطقة حسب تفكير بايدن ورئيس الإدارة كان في وقته من ضمنها الصواريخ. بايدن تقصد ترامب؟ لا لا العفو ترامب العفو ترامب انه الصواريخ البالستيه والبعيدة المدى وهذا ما كان موجود من خلال التفاوض بين المجتمع الدولي 5+1 مع ايران كان تفاوض على السلاح النووي وكان التفاوض باطار الفني واثبتت ايران انه المفاعلات الموجوده لاغراض سلميه وبالتالي خلال فتره اكثر من 13 عام المفاوضات قائمة بين إيران والمجتمع الدولي هم 5+1 انتهت بقبول وانتهى الأمر إلا أن ترامب يقول تتوقع ألغى هذا الشيء. بادرة حسن نية من الولايات المتحدة لرفع الحظر عن قطع الغيار للطائرات؟ يعني السيد رضا قال أن ما حدث هو بسبب الحظر الأمريكي على قطع الغيار. لا هو الإيرانيون منذ 79 القرن الماضي لحد الآن هم في حصار. يعني شنو المستجد يعني ما هو الشيء الجديد؟ حصار في حصار في حصار ولولا هم مجتمع وشعوب حيه لان الشعوب الحيه تستطيع من خلال التحديات ان تتحول الى فرص نجاح والا كان لو اي مجتمع اخر لا كان انتهى يعني اكثر من 44 45 سنه وهم في حصار دائم لم يكن هناك بحبوحه من فتح الحصار ولذلك هم تتوقع تخفيف عقوبات من الجانب الأمريكي؟ لا أتوقع لأنهم بالعلم المفاوضات والتفاوض هم يريدون يحصلون أكثر عدد ممكن من النقاط على حساب الآخر هم الآخر لا يعملون على تصفير مشاكل أو إسقاطه لا هو يريدون أضعافه وبالتالي أضعاف الآخر المقابل طيب. هم يستفيدون عنده بجوانب أخرى. دكتور طارق الولايات المتحدة حاولت إضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكن لم تكن يعني من جانب الورقة الاقتصادية هذا ما أقصد لكن لم تكن الجمهورية الإسلامية متأثرة بشكل كبير هل ستفتح الولايات المتحدة ربما باب التفاوض على بعض النقاط لترطيب الأجواء وتهدئة الشرق الأوسط الملتهب خاصة مع ما يحدث في فلسطين؟ نعم أشار دكتور حازم إلى مسألة مهمة أن المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية وحتى مجموعة 5+1 مع إيران هدفها الأساس هو ليس الوصول إلى الإنصاف أو الوصول إلى الحقائق أو الوصول إلى قاعدة أو الوصول إلى مشتركات لا. الهدف الأساس من يعني المفاوضات هو تحييد وتقييد إيران وهدف الأساس هو الحفاظ على أمن إسرائيل هذه حقيقة هي ليست مخفية وليست سرية الولايات المتحدة الأمريكية هذا هدفها وبالتالي أعتقد جميع المفاوضات حتى وأن تم البدء بسريانها سوف لن تكون منتجة لا سيما سوف لن تكون منتجة لإيران أقصد ولكن هناك مسألة مهمة تتعلق بموضوع المفاوضات أعتقد أن المفاوضات سوف يتم تجميدها لغاية انتهاء انتخابات الأمريكية باعتبار نحن بعد أقل من 5 أشهر تقريبا هناك انتخابات أمريكية وقد تخرج لنا برئيس قد تكون لديه رؤية قد تتوافق مع جو بايدن أو قد تختلف ولذلك أعتقد أن المفاوضات هي ترتبط بشخص الرئيس
والدليل على ذلك تحدث الدكتور حازم قبل لحظات أن ترامب بجرة قلم ألغى الاتفاق الذي وقعه أوباما، وهذا الاتفاق كان اتفاق حقيقة يعني كان يساهم إلى حد كبير بإنهاء يعني هذا الملف. السياسة الأمريكية مو ثابتة تتغير بتغيير الرؤساء، هي من حيث المبدأ تقريبا ثابتة، ولكن في بعض الأحيان هناك يعني خلينا نقول مساحة للسلطة التقديرية للرئيس في بعض الأحيان، وأعتقد أن السبب الرئيسي لإلغاء الاتفاق لأن دونالد ترامب أشعر أن هذا الاتفاق قد يساعد إيران بتطوير قدراتها بعد أكثر. هذه النقطة الرئيسية التي جعلت من يعني ترامب يصر على إلغاء هذا الاتفاق. طيب أستاذ رضا، المعروف عن السيد عبد الله يان رحمة الله عليه أنه كان يستخدم الصبر التكتيكي الاستراتيجي في المفاوضات والوساطات، هل سيلعب أي أحد هذا الدور في الوساطة مع فصائل المقاومة والجوانب الأخرى؟ يعني المعروف أن الجمهورية الإسلامية لديها الرجالات الكافية لقيادة هذا الملف، ولكن الشهيد عبد الله يان كان له دور مميز واستثنائي في هذا المجال. إذا يعني درستم أو لاحظتم الشخصية الإيرانية، هي الشخصية الإيرانية نوعا ما صبورة. يعني أعطيك مثل كواضح، يعني عندما يعني في الأيام القادمة تابعوا هذا الموضوع، عندما يأتي الإيراني وتقدمين له تفاحة فإنه يحملها في يده وينظر إليها ويشتم رائحتها ويمكن أن يأكلها ويمكن أن يضعها ويختار التفاحة الأخرى. فالإيراني عنده الصبر وينظر ويتأمل في الموضوع الذي في بين يديه، ونتيجة لقناعاته وإحساسه وشعوره أيضا وتطابقه مع تصوراته العقلية واستنتاجاته يقوم بهذا الشيء وليس متسرعا. يعني عندما مثلا أعطيكم مثل، عندما أيضا تم الاعتداء على القنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق قال أنه سوف يكون هناك رد، كان البعض يقول أن إيران لن ترد على 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 الاعتداء، ولكن إيران درست الموضوع بعناية وردت على هذا الشيء. أضف إلى ذلك يعني حتى كافة الإيرانيين، يعني زمن الحاج قاسم سليماني كان هو عنده صبر وعنده حلم أيضا، وجاء بعده قاني كان أيضا هذا القائد صبور وحليم أيضا. وأعتقد بأن الأشخاص الذين سيأتي أو الشخص الذي سيأتي بعد سيد عبد الله يان سوف يكون صبور وحليم وغير ذلك، أن هناك مجموعة دائما في عند وزارة الخارجية وعندما مراكز اتخاذ القرار هناك مجموعة من الأشخاص ومن غرف الفكر هم الذين يساعدون الشخصية لاتخاذ القرار المناسب وعدم التسرع والانجرار إلى الأحاسيس. طيب مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية القاسية على الجمهورية الإسلامية، هل سيبقى النفس الإيراني المعروف بالصبر وبالنفس الطويل قائما في ظل هذه العقوبات؟ طبعا الإيراني يعني كان الشيء المميز الشهيد رئيسي رئيس الجمهورية الله يرحمه كان عنده تفكير أيضا والغرفة الفكر الذي عنده أن يتخلص من العقوبات الأمريكية وأن يتوجه وأن لا يصب كافة جهوده للوصول إلى اتفاق نووي مع الأمريكي بعكس ما كان روحاني. كان روحاني والظريف دائما يسعون للوصول إلى اتفاق نووي ومن بعدها سوف تنحل كل المشاكل، ولكن الرئيسي رأى ماذا فعل ترامب وكيف مزق هذا الاتفاق وألغاه، فجاء السيد رئيسي واعتمد سياسة أخرى وهي الهروب من العقوبات الأمريكية. هروب من العقوبات الأمريكية كانت هي عبارة عن الانضمام إلى المنظمات الاقتصادية الإقليمية مثل بريكس وشانغهاي، فالإيران أصبحت هناك، وهناك أيضا هناك تبادل للسلاح بالعملات المحلية، هذا خفف كثيرا على الوضع العقوبات الاقتصادية وخصوصا إغلاق السويد إيران. أضف إلى ذلك كان هناك أيضا تفكير عند رئيسي بأن يكون هناك علاقات حسن جوار مع الجوار ومع الدول العربية والإسلامية والإقليمية،
فكان هناك المصالحة مع المملكة العربية السعودية، وهناك أيضا المصالحة أيضا مع أذربيجان. يعني الزيارة الأخيرة أو اللقاء الأخير هو دليل على ذلك، وأيضا الانفتاح على الصين وتوقيع اتفاق 25 سنة، وأيضا اتفاق مع روسيا أيضا في تعاون في مسائل الغاز وغيرها، وأيضا القيام بمشروع ربط الشمال بالجنوب عبر إيران. طيب. فهذه الفكرة الاقتصادية أو الرؤى الاقتصادية التي كان ينفذها الرئيسي هي عبارة عن تخفيف عن الوطأة العقوبات الاقتصادية، ولا يمكن أن نصبر على هذه الضغوط الاقتصادية الممارسة على الشعب الإيراني، ولكن يجب التفكير الهروب منها. طيب دكتور حازم، تتوقع يعني عندما سقطت الطائرة مباشرة الكيان الصهيوني قال لا علاقة لنا بالمهجر، أول يمكن الكيانات التي تحدثت عن هذا؟ يعني بالنسبة لي لا أميل إلى نظرية المؤامرة، أنا أميل إلى الحقائق والواقع. بس هو ما حد وجه لديها لحد الآن. نعم، ولكن ممكن كل شيء بالسياسة وارد، وننتظر التحقيقات التي تنتهي منها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وننتظر ما هي الدلائل. وبدأت المحطات والمحللين العسكريين يتكلمون عن مشاهد في هذا الموضوع. نعم، كثر مشاهد كثر. ولكن رئيس ترامب أيضا هذا الفيديو. نعم، وهذا نعم يعني يثير الكثير من التساؤل. ولكن من هو الجهة المسؤولة؟ من هي الجهة المسؤولة عن هذا الشيء؟ هي إيران، وبالتالي ننتظر إيران ماذا تقول. طيب. وهو الأساس، لأن قول إيران تترتب عليه سياسات لاحقة، وهذا الأمر لا يخفى على أحد. يعني لو كانت أكو شبهة جنائية، ما المتوقع باعتبار حضرتك أستاذ في العلاقات الدولية؟ كيف سترد إيران دوليا سياسية؟ عزيزتي، ضربت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في سوريا قنصلية. نعم. ماذا ردت إيران؟ ردت بصواريخ ومسيرات، وبالتالي هاي سمعة الدولة ومصداقية الدولة. لذلك أقول لابد أن ننتظر تحقيقات وننتظر النتائج حتى نستطيع أن نقول سوف تفعل إيران أو لم تفعل. نعم. دكتور صاد، لاحظت حضرتك أنه أنت ابتسمت عندما قلت الكيان الصهيوني قال مو إحنا اللي مسؤولين عن هذا الأسلحة. لا، حقيقة الابتسامة ترتبط بموضوع الاحتمالات الكثيرة الواردة، باعتبار أنه من يوم الحادثة لليوم تقريبا أكثر من 10 احتمالات. يعني البعض قال أنه موضوع سوء أحوال جوية، البعض قال أنه هو خلل فني يرتبط بالطائرة، حتى مو موضوع الخلل. وقالوا الأمن السبراني، البعض قال الأمن السبراني تم تهكيره. نعم. البعض قال أنه إسرائيل ممكن، البعض قال. ولكن أنا أقفد مسألة مهمة أيضا ما لفت انتباهي، أنه عملية النفي فقط بالتصريح هي ليست دلالة كافية أنهم ليس لهم أي يعني ذنب في موضوع الإسقاط الطائرة. بمعنى أن إسرائيل عندما نفت بشكل مبكر، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا عندما نفت أي صلة لها بالحادثة، عملية النفي هو لا يثبت، وليس دليل قطعي أنهم ليس لهم أي شأن بهذا الموضوع. ولذلك كثرة التأويلات على هذا الموضوع حقيقة أخذت أكثر من طابع. ولكن الاستغراب بنقطة مهمة، لماذا إيران تتأخر بالإعلان؟ لماذا تأخرت؟ باعتبار أن هكذا حوادث مهمة شغلت الرأي العام العالمي، الرأي العام الإقليمي. من غير المعقول أن ننتظر، يعني مضى عليها أكثر من 48 ساعة دون إعلان رسمي أنه نتائج التحقيق يفترض للجنة تثبتها بشكل سريع. من وجهة نظرك السياسية، ليش ترامب نشر هذا الفيديو؟ شنو المعنى وشنو الغاية؟ وليش استفزاز المشاعر في هذا التوقيت؟ وين يريد يوصل؟ يعتقد إبراهيم أنه يعني ترامب يعتقد أنه في حرب دائمة مع إيران، وبالتالي دائما العدو يحاول ان يقتنص الفرص، ويحاول انه يعني يستغل كل المواقف الموجوده والمتاحه. وبالتالي الجميع بالوقت الحاضر يترقب وينتظر ماذا تقول ايران. مثل ما تفضل دكتور حازم، لغايه هذه اللحظه هي الكره في ملعب ايران. طيب استاذ رضا، هل ستتاخر الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه باعلان نتائج التحقيق؟ دكتور طارق قال ان الجميع
كقوى دولية وإقليمية وشعبية إيرانية تنتظر هذه النتائج؟ طبعا بمجرد ما تصدر النتيجة أو تنتهي إيران من التحقيقات سوف يتم الإعلان عن التحقيقات بشفافية كاملة. إيران لا تخجل ولا تخفي أي شيء. إيران عندما تأخرت الحصول على رفات أو على مكان سقوط الطائرة المنكوبة. نعم، يبدو أنني فقدت الاتصال. إذن دكتور حازم، تتوقع أن إيران الجمهورية الإسلامية تطلب مساعدة من بعض الدول لتسريع عملية التحقيقات، أم أن الجهد الإيراني سيكون هو الوحيد في هذه القضية؟ لا، أكو شيء بالسياسة الدولية اسمها الاعتمادية المتبادلة، وبالتالي لا أحد في هذا الكون وسمة الله في الخلق يمتلك كل شيء. وحسن العلاقات اللي تمتلكها إيران مع دول كثيرة، موسكو، بيجين، المنظومة العربية، أغلب الدول أمريكا اللاتينية بأفريقيا، ممكن أن تساعد في عملية البحث والتحقيق والتقصي المعلومات من أجل الوصول إلى أقرب شيء للحقيقة. طيب باختصار دكتور طارق، كيف تابعت التفاعل الدولي والعربي مع قضية رحيل الشهيد رئيسي؟ التفاعل مع الحادثة كان تفاعل جدا كبير، جميع الصحف الأمريكية، الصحف العالمية بشكل كامل. نعم. أصبح الحدث رقم واحد، يعني الموضوع رقم واحد. وأنا أتفق مع ما تفضل الأستاذ الكريم دكتور حازم أن العلاقات التفاعلية والتعاون المتبادل قائم، والدليل على ذلك الطائرة التركية المسيرة التي ذهبت هي سرعت من عملية البحث وساهمت مساهمة واضحة في العثور على الطاقة. شكرا جزيلا أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الأستاذ الدكتور طارق الزبيدي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. الأستاذ الدكتور أستاذ العلاقات الدولية حازم شمري، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. أيضا كان معي عبر سكايب سيد رضا الحسيني الخبير بشأن الإيراني، شكرا جزيلا. نعم أنت بالفعل معنا، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إذن مشاهدينا ومتابعينا، قبل ختام حلقة هذا اليوم راح نستعرض وإياكم أبرز ما جاء في حساب الإمام الخامنئي على منصة إكس خلال الساعات القليلة الماضية، لنتابع. وصلنا إلى ختام الحصاد لهذا اليوم، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.